حرصت هيئة الثقافة والأثار في مهرجان صيف البحرين السنوي على طرح العديد من البرامج المتنوعة والفعاليات المختلفة لإثراء تجربة أطفال البحرين الثقافية من خلالها. نعم سهير، وقد شاركت مختلف الجهات المحلية والخارجية التي أضافت رونقا ونكهة خاصة على أجواء المهرجان في موسمه 14. أنشطة متنوعة ثقافية وترفيهية يسدل الستار مهرجان صيف البحرين عنها بعد أيام طويلة من العمل المتواصل. قدمت فيها هيئة البحرين للثقافة والآثار جملة من البرامج المتميزة التي أسعدت الأطفال ومنحتهم أجواء صيفية ممزوجة بالمتعة والفائدة. وصلنا إلى ختام مهرجان صيف البحرين في نسخته 14، وحضور جدا كبير، إقبال جدا كبير، في أطفال شفناهم وجوههم تتكرر يوميا نظرا لتنوع البرامج الثقافية يوميا. فكل الشكر إلى جميع الزوار، ونلقاكم إن شاء الله في فعاليات ثقافية أخرى قادمة. عروض متنوعة، فعاليات عالمية طرحها مهرجان صيف البحرين بالتعاون مع عدد من السفارات أوجدت أجواء خاصة للأطفال ومنحتهم الفرصة ليتعرفوا على المحتوى الثقافي فيها. جيت للورش وتعلمت واجد، رسمت ولونت، وقالوا لي إن نرسم معد عن البحرين وإن أشياء عن البحرين. أوكي رسمت وتعلمت، كان وايد حلو طول الأوقات. زين وين بقول لأمي كل يوم تجيبني هني، لأن وايد تعلمت أشياء، كان وايد حلو. وايد حلو استمتعت فيه، وسوينا هاي دولفين. أنا وايد عجبتني البرامج اللي في صيف البحرين، لدرجة إن أي كل يوم لأشترك في الورش، وأتمنى إنه يستمر كل سنة. ورش عمل إبداعية في مجالات مختلفة قدمها المهرجان على مدار الشهر لرواده من الأطفال ليكتسبوا معارف جديدة. على مدار 3 أسابيع من الإبداع الممزوج بالمتعة والفائدة، يسدل الستار على فعاليات صيف البحرين ببرامجه الممتعة والمسلية التي أسعدت زواره ورسمت الابتسامة على محياهم. خولة الجرينيس، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.